جايو. All my life I works in this. What time جايو؟ هيك بدي التصوير. أنا أصلاً بصور. لا. فضحتيني. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاقة فول بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم عندنا شروة حلوة. الشروة اللي عندنا هي شواحن موبايل على الجداحة ب 25 سنت فقط. أنا أريد أقول بيع كل الكمية بس أني 1254 أربعة هدية. 1250 قطعة عندنا. القطعة الوحدة ب 25 سنت بدون شحن. اللي يحب ياخذ الكمية كلها من عيوني، واللي يحب ياخذ هم بس 100 قطعة هم من عيوني، يعني 100 قطعة ب 25 دولار بدون شحن طبعا، شحنها رخيص لأن حجمها صغير. ألوان وموديلات، أنا متعلم على بالي أحذية قافل ألوان وموديلات مختلط، ألوان مختلط لكن هي موديل واحد، بها آيفون وبها آيباد، يعني عندك 2.1 أمبير وعندك 1.5 أمبير، وهذه هي شاحنة جداحة، يعني الجداحة يعني ولاعة. واضح الكتابة عليها. أي الجودة مالتها جيدة جدا. أنا ما فحصتها بس أنا أعرف الشخص اللي اشتريتها من عنده، صار صراحة عندي سنين تعامل وياه، فعلى كلامه أنا أقول لكم الجودة مالتها جودة جيدة جدا وشحن سريع هو اللي قال لي. وأنا أقول لكم البضاعة ستاندر جديدة مثل ما تشوفون، شوفوها ستاندر جديدة. أكو مغلفة بهذا الكيس الجميل وأكو مغلفة بهذا الكيس المو جميل. ألوان أبيض أزرق أبيض أزرق وهذا أزرق وأبيض تضحك الهام ووردي، يعني خلاص ماكو خلاص أنا يعني مستمتع. هاي وراي تبريد على فكرة. هاي غرفة، الغرفة هذه هي خاصة بالأكسسوارات. خلنا نسأل فيهم على مدى طب البرد شوي. الغرفة هذه خاصة بالأكسسوارات اللي تشوفوها هنا، أنا كل أكسسوارات خواتم على قلادة على فشي. بعدين إن شاء الله راح ننزل لكم واحد فيديو خاص بس هاي الغرفة. هاي الغرفة للمشاريع الصغيرة فقط، يعني تقدر تأخذ ب 25 دولار ب 100 دولار 200 دولار، يعني جيب فلوسك وتعال طب بهاي الغرفة تحصل لك أرقى مشروع. شوف هاي الساعة، شوف هاي الساعة اليوم أخذتها منها أنا، شوفيها بدولار و 25 سنت هاي الساعة من هذا الغرفة أخذتها. الغرفة هذه عبارة عن كنز، عطور بستين سنت، خاتم بخمسة وعشرين سنت، خاتم أكو بأربعين سنت، هواي بي أسوالف. هذا أسوالف بعد يصير الفيديو طوله. المهم اللي يحب 100 قطعة بخدمتكم، واللي يحب ياخذ الكمية كلها أيضا بخدمتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا بالشروة. أهم شيء الهام، ترى هي داي تصور، أنتم ما تشوفوها، ترى ما تشوفون الهام خلف الكاميرا. فر الكاميرا عليك، هاي الهام خلف الكاميرا. خطية تتعب ليل ونهار تعمل، بس هي عندها مشكلة واحدة بس، تخاف من البعوض. ما عندكم مشكلة بأي شيء، تعب شيء بس البعوض أكلها أكل. والسلام عليكم ورحمة الله.